السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة، نرجع لكم وقت الأخ بالتكملة مع المحاضرات مالتنا. تذكرون احنا بالمحاضرة السابقة اشتغلنا على راوث كريتيريا او راوث هيرويتز كريتيريا، وشفنا بالنسبة لنا عندنا عملية تكوين الراوث اري، وقلنا الراوث اري اذا كان الارقام اللي بالكولوم الاول هي كلها موجبة ما بيها تغير بالاشارة فالسيستم ستيبل. اليوم بالنسبة لنا راح نشوف شلون راح نقدر نصمم ونشتغل على الراوث كريتيريا كتصميم كديزاين، مو بس كأنه تعرف هذا السيستم ستيبل لو انستيبل. خلينا ناخذ مثال، هذا عندك مثال، هذا عندك ترانسفير فاكشن انت تريد السيطرة عليه، فلذلك من تريد السيطرة عليه جبت بروبيجيشن كونستانت كي اللي هو هذا كي، هذا يسموه البي البروبورشنال جين، بس جين حتى السيطرة على هذا السيستم. فشلون راح تسيطر على السيستم؟ اولا هذا الثاني ما مطيك ترانسفير فاكشن، مش مطيك، مطيك بلوك دايجرام، وهذا هو كلوز لوب بلوك دايجرام. فالخطوة الاولى لازم تحوله الى ترانسفير فاكشن. ترانسفير فاكشن مال هذا البلوك دايجرام ايش راح يساوي؟ يساوي هذا الفورورد، الفورورد على واحد زائد الفورورد في الاتش، الاتش هنا أنا واحد، فلذلك باوع صار عندك هذا هو الفورورد على واحد زائد الاتش واحد في الفورورد. فهنا راح تاخذ عامل مشترك راح يختصر مع هذا ترتبها. هسه اللي يهمني شوف البسط ما له علاقه به، 2 كي ما له علاقه به، وين اروح قبل للمقام؟ المقام اعلى اس جد اس 3 ورا راح يجي الاس، اذا هنا 5 ب 1 حطيته 1 ب 5، ورا يجيني اس تربيع اللي هو 4 ب 2 زائد 2 كي. شوف هذا كله الحد المطلق. زين هسه يحتاج احسب البي 1 ويحتاج احسب السي 1 بنفس الطريقه اللي حسبناها. البي 1 راح يساوي ناقص 1 على 4 وراح يساوي لك الماتريكس 1 5 4 2 زائد 2 كي. طلع لك البي 1 يساوي 9 ناقص كي على 2، باوع هنا البي 1 والسي 1 ما راح تطلع لك قيم وانما راح تطلع لك بدلاله الكي. السي 1 ايش راح تساوي؟ ناقص 1 على هذا المقدار، والماتريكس مالتك راح يصير 4 2 زائد كي 9 ناقص كي على 2 بصفر. هذا في هذا راح يصير صفر، يبقى بس هذا راح تطلع لك هاي المعادله. اذا السي راح يطلع 2 زائد 2 كي. انتبهوا يعني انا هسه شريد انا حتى هذا السيستم ستيبل لازم كل هاي القيم هي موجبه، تمام، ما بيها تغير. هنا الكي هو اكبر او يساوي صفر، اذا تعوض بهاي المعادله هو راح يكون موجب، يعني من الصفر للما لا نهايه هاي موجبه، الخمسه موجب، بقى عندي هنا المشكله. التسعة ناقص كي على اثنين انا شريدها اكبر من صفر، بمعنى شنو؟ حاصل ضرب الوسطين في الطرفين، بمعنى تسعة ناقص كي اكبر من الصفر، اذا كي لازم ايش بيه؟ لازم يكون اقل من الصفر. اذا كي اقل من التسعة، عفوا اقل من التسعة، هاي المعادلة تصير موجبة الانيكواليتي. اذا هذا الكي اكبر من التسعة، سافرض اخذت 8 7 6 ناقص 1 ناقص 4 هذا كله يشتغل، ولو هو الكي احنا قلنا اكبر او يساوي صفر. زين فلذلك هنا انا راح تشوف كل القيم يطلع اللي اقل من 9 يطلع موجب هذا التيرم، لذلك هذا موجب هذا موجب هذا موجب، لحد الان ما صار عندي تشينج. بعد عندي 2 زائد 2 كي اكبر من صفر، اذا كي هنا طبعا 2 تروح هنا ناقص 2، اذا كي راح يكون اكبر من ناقص 1. هنا أنا صارت عندي حاله ثانيه، شرط ثاني، يعني انا هنا اذا اخذت كي ناقص 3 يشتغل هنا ما عندي مشكله، بس وين مشكلتي؟ مشكلتي هنا راح يسوي سالب. فلذلك كل القيم هنا طبعا راح ناخذ قيم مو الصفر، وانما كل القيم الاكبر من ناقص واحد واصغر من تسعة هي تخلي لي هذا السيستم ستيبل. ليش ستيبل؟ هذا موجب هذا موجب هذا موجب واخر شيء هذا موجب. صار واضح؟ هسه احنا بالنسبه انه اذا رجعنا هنا واخذنا الكي يساوي تسعة،
احنا قلنا اقل من 9 اخذناه 9 ايش راح يصير عندي؟ من تيجي تعوض هنا 9 ناقص 9 راح يصير عندي البي 1 0. احنا قلنا هاي الحاله من التيرم القبل الاخير يكون صفر، لازم شو اسوي؟ اسوي الاكزيلري ايكويجن، لازم ارجع للقبلها ابنيها، ايش راح يصير؟ 4 اس تربيع زائد 2 زائد 2 كي، سويت الاكزيلري ايكويجن وراها اشتقها للاس، المشتقة هنا راح يصير 8 اس، هذا راح يصير راح يصير مشتقتها صفر يبقى لي 8 اس، فاذا هنا ايش راح يصير؟ 8. تلاحظ اذا بالاكزيلري واخذت كي يساوي 9 ايضا السيستم بقى ستيبل. ليش؟ لان هذا موجب عفوا هذا موجب هذا موجب هذا موجب هذا موجب، فلذلك نو تشينج. هذا شيء يسموه، هذا يسموه طبعا اللي هو كريتيكال او المارجنال ستيبل. هنا طبعا بالمارجنال ستيبل اذا رجعت للداله هذه 4 اس تربيع زائد ال 20 اد كي يساوي 9 وسويتها للصفر، ال 20 حولتها لهنا قسمت على 4 طلعت الجذور، راح تطلع شوف الجذر هي زائد ناقص جي اللي تحت الجذر 5، اذا هو راح يطلع لي اماجنال ستيبل، واللي هو يطلع لك شنو هو؟ الاوسيليشن. شوف هذا اللي راح اطلعه منه هو مقدار التذبذب اللي يصير بالدالة، فضاوع من هنا لهنا هو قيمته 2.8. هاي بس للاطلاع حتى تعرف شنو قصدي انا بالاكزيلري ايكويجن واللي هي جاي تصير ات كي يساوي 9 اللي هو بهذا المثال. زين ناخذ مثال ثاني. هنا أنا بالمثال الثاني انا اريد اسيطر على هذا السيستم بس مو بس بالكي مو جين، وانما جين زائد شنو هذا يسموه بي اي زائد كي اي على اس، واحد على اس هو تكامل، فلذلك هذا يسموه الكي اي كنترولر. فلذلك هنا عندك جين وضفت له جين مع تكامل حتى سيطر على السيستم. نفس الحالة الخطوة الأولى لازم شو تسوي؟ تطلع لي ترانسفير فاكشن، هذا في هذا طبعا هذا كله تعتبره فورورد، هذا الفورورد على واحد زائد الاتش في الفورورد، الاتش مالتك واحد بالضبط، هي هذه شوية تبسط راح تطلع لك بسط ومقام. البسط مالك علاقة بي ما يهمنا، اللي يهمنا هو المقام، أعلى أس بالمقام 4 تجي ترتبه براوث اري، ورا راح يجي 3 ترتبه تجي تحسب لي البي 1 وتحسب السي 1 وتحسب الدي 1. انت بالنسبه لك بالنسبه للبي 1 راح يصير عندنا ناقص 1 على 4 1 5 4 2 زائد كي اللي هو هاي الماتريكس، تبسطها راح يطلع لك 9 ناقص كي بي على 2. طبعا هنا أنا بشكل واضح راح الكي بي لازم اقل من 9 لان اذا اكبر من 9 راح تتغير الاشاره وهذا مو من صالحنا. نجي هنا على السي 1 بنفس الخطوات تسويها، راح تصير عفوا هنا راح تحسب لي هذا المقدار اللي هو البي 2 اللي هو راح يساوي ناقص 1 على 4 1 4 2 كي اي بصفر، راح يطلع لك 2 كي اي. طبعا هنا تشوف هاي 2 كي اي مجرد الكي اي اكبر من الصفر هذا راح يكون موجب، وهذا ما يهمني انا، اللي يهمني اياه هو الكولوم الاول ما راح اتابع هذا هواي. نجي نحسب السي 1 اللي هو راح يصير ناقص هذا المقدار وراح يصير 4 هذا المقدار هذا المقدار وهذا المقدار، تجي تبسطه راح يطلع لك هذه المعادله شويه راح تكون صعبه، واخر شيء راح يبقى لي عندك ال 2 كي اي. 2 كي اي ال 2 كي اي هي الشيء المهم اللي تحسبه. اسف طلاب. اذا هسه هذه الكي اي ما عندي مشكله بيه.